فحبيبي حباب اقعد ببيتكم، خلي ماما خلي بابا خلي دادي خلي الحجية اتعلمك مصلحة الوطن، وتعالى تصدر المشهد من أجل الوطن. الوطن على رأسي أنتو والوطن، لكن في الوطن هنالك ثوابت وهنالك مصالح وطنية. الثوابت والمصالح الوطنية لا تقسم على اثنين، ولا تحتاج أن تضعها تحت المجهر لتراها وطنية أم غير وطنية. هي وطنية بمعنى بها مصلحة الوطن. عندما لا تتمكن ولا تمكنك رؤيتك أو فكرك أو ثقافتك أو وعيك أو هويتك أو حزبك أو قوميتك أو دينك أو مذهبك أو انتمائك أو وظيفتك أن ترى أين مصلحة الوطن، فحبيبي حباب اقعد ببيتكم، خلي ماما خلي بابا خلي دادي خلي الحجية اتعلمك مصلحة الوطن، وتعالى تصدر المشهد من أجل الوطن. برلمان أو السادة الأعضاء في البرلمان أمس اختلفوا بقضية صار لها من 2003 اليوم 20 سنة، يطلعون الأمريكان لو ما يطلعون الأمريكان، يطلعون الأمريكان، اتفقوا وعادوا نقضوا الاتفاق، عقدوا جلستهم على أن يصوتوا لخروج الأمريكان. الأمريكان إذا ما خرجوا ماذا يحصل؟ وإذا ما بقوا ماذا يحصل؟ ليش ما صار نصاب؟ لماذا المكون الأكبر الذي يشكل الحكومة لم يحضر؟ هسا عدم حضوره هي ليست سبة ولا ينتقد على الذي هي وجهة نظر. إذن الذين حضروا لديهم وجهة نظر، والذين غابوا لديهم وجهة نظر. هسا وجهة النظر احنا ما نعرفها، والولد قال ان البرلمان ممثل للشعب، هسا انا يسموني من الشعب، اذا ادعو البرلمان ورئيس البرلمان وممثلي الشعب، ايها السادة الكرام تباهلوا امام الشعب وقولوا لنا رأي الرافضين ولماذا يقبل القابلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.